مدينة ليبدا الأثرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط غربي ليبيا، يطلق عليها اسم روما إفريقيا. إنها واحدة من بضع مدن ومواقع أثرية جسدت حضارات الفينيقيين والرومان والبيزنطيين، أدرجتها اليونسكو على قائمة التراث العالمي منذ 40 عاما. نحو 70% من مساحتها الأصلية مدفون تحت التراب أو مغمور بالبحر. طبعا مدينة ليبدا علاقتها تعتبر مقاطعة من مقاطعة روما في تلك الفترة، وكانت بعض القوانين واللوائح تصدر في روما تصدر أيضا هنا في ليبيا، ولكن لها حكومة خاصة بها وما يعرف بالفورم في هذه المنطقة في شمال أفريقيا. طبعا من ناحية المعمارية ليبدا جدا نفس روما، تعتبر ليبدا ماجنا سيمتريكال روم. بالمجمل هو تستطيع أن تقول أن هذه المدينة كاملة متكاملة لا ينقصها شيء، بيوجد بها ميناء ضخم، هذا الميناء مهم جدا لتبادل التجارة ما بين أفريقيا وروما في تلك الفترة. ورغم مكنون هذا الكنز الأثري، فإن ظروف ليبيا السياسية والأمنية خلال عقد ونيف لم تسمح بوفود السياح الأجانب، فاقتصر الأمر على قليل من السياح الليبيين. أنا عمري 44 سنة أول مرة نجي ليبيا، مر من هنا مع الطريق، لكن أول مرة رحت صبراتة، رحت مناطق الأثرية، وهذا يعتبر والله حرام إني مناطق سياحية في بلدنا وإحنا ما ناس عارفينها. قبل 6 أعوام أدرجت لجنة التراث العالمي مواقع ليبيا الأثرية في قائمة التراث المعرض للخطر، وقد أبقى سكان مدينة الخمس التي تقع فيها ليبيا والأجهزة الأمنية الآثار بعيدا عن الصراعات. ليبدا المدينة الأثرية الفينيقية الرومانية البيزنطية غربي ليبيا، استطاعت عبور الزمن منذ نشأتها قبل الميلاد بنحو 600 عام، توهجت خلال مسيرتها التاريخية الطويلة، لكنها اليوم بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، رعاية وترميما وتنقيبا في خضم تفاصيل أحداث البلد وما عايشه خلال السنوات القليلة الماضية. صهيب جاسم، الجزيرة، مدينة ليبدا التاريخية.